لقاحات جديدة للأطفال ستدخل حيزة في نهاية السنة الجارية، والتي من شأنها تقليص عدد الوفيات خاصة لدى المواليد الجدد. صابرين أبو عبلة تفصل أكثر. يحضر معهد باستور لأربع لقاحات جديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من العام المقبل، ويتعلق الأمر بكل من اللقاح المضاد لشلل الأطفال لاغوبيول، المكورات الرئوية والنكاف. كل جواجد على الحمد لله بي سي جي ليباتيت بي بوليوميليت تتراكوك كما نقولوا حنايا الى اخره، كل جواجد لا روجور كل هذا، ولكن وزاره الصحه وزير الصحه قالنا على كل حال لازم نديروا كبده الاخرى نزيدوا يعني لي فاكسان جدد في هذا الميدان. ولكن كان لا بولو انجيكتابل، هذايا بولو انجيكتابل ان شاء الله قريبا في ديسمبر ان شاء الله، في افون فان ديسمبر ان شاء الله نبداو لا كامبان تاعها ان شاء الله. تأتي هذه اللقاحات بهدف تقليص عدد وفيات الأطفال المسجلة سنويا، حيث يلح أهل الاختصاص على ضرورة التقليص من عدد الوفيات المسجلة خاصة بالنسبة لفئة المواليد الجدد. هادي لي فاكسان سي تري امبورطون لي يدخلوا في الكالندري فاكسينال تاع الطفل الجزائري، علاه؟ خاطر ماش مثلا البنوموكوك هو ميكروب لي يقيس بزاف الرضع والطفل قل من 5 سنوات، ويعطي عندهم لا مينانجيت ويعطي عندهم لا بنوموني ولا يعطي عندهم دي انفيكسيون غراف. اذا كي نديروا لو فاكسان ضد البنوموكوك ونبداوه في شهرين تاع الحياه، اي بيان هاد الحالات تاع مينانجيت بنوموني كامل ينقصوا، وممكن ينقصوا بالبزاف. حماية موسعة وشاملة للطفل والأم هو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه عبر توسيع رزنامة اللقاحات الوطنية.